ما بتخشش الاهلي، ما بتعملش صفقات للاهلي. النادي الاهلي قال لي ياسر ابراهيم، قال لك ايه؟ قال لي ياسر ابراهيم من 5 سنين. انا ياسر كان في الزمالك مش عايزه، عايز يعطله. شوف انا صريح ازاي، الزمالك كان عايز كان عايز يعطل. يعني ياسر في حاجات كده صفقات سبق ان انت لو ما جيتليش ما تروحش هنا. قلت لياسر لا اشرح اشرح، اخر سنه ياسر لياسر. كان في سموحة صح كده؟ وياسر كان إعارة كده ولا أنا فاكر غلط ولا لا إيه؟ كان خلاص اتسقط قيده وطلع 3 سنين اعاره، فبقى من حق سموحه. ماشي. فياسر فكان ممكن ان هو نادي الزمالك مش محتاجه، كان ساعتها المكان مليان الزمالك ما كانش محتاجه مش بس محتاجه. دخل فيه، عايز تقول كده؟ دخل ما فيه كانش محتاجه بس كان عايز يخش أو دخل الصفقة يعطله دي، يقعد في سموحه مثلا يعطله يروح سموحة ما عادي يروحش الأهلي. عادي جدا. قلت لياسر بالتوفيق روح النادي الاهلي. أنت اللي قلت له. طبعا ليه بقى؟ مستقبله اللعيب ده، اللعيب ده بني ادم وسايب لي رقبته، ماشي. والولد مؤدب ومحترم. عشان انت كده وكيله بقى. انا تمام بقى اكويلي ولا حتى يا اسرائيلي ولا مجنون ولا ده برضه ربنا في شغلي. ما هو انت كنت وكيله ساعتها، وكيل ياسر. وكيل وكيل ياسر. ياسر ماشي خلاص، ما حقك تدور له على اللي وسمعت انت شايفه من وجهة وسمعت نظر. في قال لي يا كابتن، ده الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لي، انا اسف ان انا قلت اسماء، فاني لو هتيجي واخد الدوري وهتيجي مع سيد مرعي مش عايزينه. ماشي. قلت له ياسر روح تمام مش مشكله ابقى انا موجود. ماشي. وراح معاه راجل محترم برضه يعني كابتن انور شلبي، فراح معاه. ف ال 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 الحق نقول عليه حق. انا عايز، بس انت ما بتخشش الاهلي، ما بيتعاملوش معاك. انا ما حاولتش ادق الباب. انا كابتن محسن صالح مربيني، هو كان معاه، كنت معاه طب لو الاهلي جالك في صفقه وقال لك احنا الصفقه دي من خلالك، يعني الصفقة دي بتاعتك تشتغل مع الأهلي؟ اوديها النادي الاهلي تشتغل.